Welcome, dear baccalaureate students, to your episode number 4 of Smart Back. مرحبا بتلاميذ وتلميذات اللي توجدوا البكالوريا ديالهم في الحلقة الرابعة من البرنامج ديالكم التحضير للبكالوريا بشكل ذكي وفعال. هذه الحلقة هذه هي الجزء الثاني من التحضير ل the second section في الامتحان ديالكم الناسيونال اللي هو متعلق بالدرس اللغوي ولا language ولا بكل بساطة grammar. بسبب ضيق الوقت ارتئينا ان هذه الحلقة هذه تكون مختلفة على الحلقة اللي فاتت. هذه الحلقة هذه ما غاديش نركزوا فيها بزاف على الدروس وبكثر ما غادي نركزوا على الاسئله اللي تقدر تحط لكم في الامتحان. الحلقه اللي فاتت لا باقي نعقلني كنا ركزنا على الكونجيجيشن. حاولوا عافاكم تعاودوا تشوفوا داك الدرس لانه راه سهل وتو ذا بوينت. شفنا كذلك ذا باسيف فويس وشفنا كذلك كونديشنال تايب 3. ما تبقى من ديرك الدروس ما غاديش نشوفوها بديك الطريقه لان تاخذنا بزاف ديال الوقت. ما تنساوش راحنا باغيين نديروا في واحد الحلقه مركزه دروس ديال العام كامل، مسألة ماشي سهلة، وبالتالي غادي نركزوا اليوم على بعض الأسئلة اللي تحت لكم في الامتحان، ومن خلال تلك الأسئلة غادي نستقل القواعد اللي نقدروا نعتمدوا عليها. إذا على بركة الله هذا امتحان من ضمن الامتحانات اللي تيتحطوا، فغالب الأحيان تقريبا نفس نوعية الأسئلة هي اللي تتكرر. فغادي نبداو بالسؤال الأول بسرعة ومن خلاله غادي نقولوا شنو هو الدروس اللي خصنا نركزوا عليهم. السؤال تيقول fill in the gaps with the appropriate words from the list. عندي هنايا start, starting, to start, should, would, must. اذا شنو جوج ديال الدروس اللي عندي في هذا السؤال هذا؟ الدرس الاول هو infinitive or gerund. فاش نقرا infinitive or gerund نعقل عندي جوج ديال الانواع ديال الانفينيتيف، infinitive with to, infinitive without to. غادي يكون واحد الانفينيتيف تيبدا ب تو تي او واحد اخر ما تيبداش بها، والجيرند هو بكل بساطه تلك الكلمات اللي تنتهي ب اي ان جي اي ان جي. هنايا عندي ستارت ستارتين تو ستارت. اللي خصني نعرف وهو انه عندي واحد البريبوزيشن، بريبوزيشن ان اون ات ويذ. هذه البريبوزيشن هذه ضروري ما غادي يجي موراها جيرند جيرند. ف وي ار انتريستد ان، خصني نقول starting, we are interested in starting a new project with your company. هذا هو الجواب الصحيح. إضافة أخرى في الدرس ديال infinitive and gerund هو infinitive without to دائما تيجي more models. دابا شو غادي نشوفوا شنو هما models. models هما بكل بساطة should, can, could, must وبعض من تلك الكلمات اللي غادي نشوفهم دابا شوية. هاد المودلز هادو فوق ما يكون عندي ندير موراه انفينيتيف without to. فما غاديش نقول can to go ولكن can go، ما غاديش نقول must to work ولكن must work. سؤال ثاني تيطلب مني should, would, must. هادو هما مودلز. اذا مودلز هما بصفة عامة تقريبا 13 ولكن كاين شي وحدين بيني فيهم كل موديل الا وتعني واحد لا فونكسيون في اللغه. الا قلت ماست فلا فونكسيون هي اوبليغيشن ولا نيسيسيتي يعني الضروره. الا قلت شود فلا فونكسيون هي النصيحه، فاش نقول شي حد يو شود جو يعني من الاحسن انك تمشي. لك تنقول كان ف يعني الامكانيه ولا طلب الاذن. فهذيك اللائحه راه غادي تقدروا تلقاوها في انترنت راها سهله بزاف. هذو هما المودلز، وهاد المودلز هادو هاد العام عندكم في الباست كان لو باسي ديالها هي كود، ويل لو باسي ديالها هي وود، ولا كانت وود ولا كود لو باسي ديالهم خصك تزيد هاف بلاس بارتيسيبل. الا باقيين عاقلين في الحلقه اللي فاتت راه كنا شفنا ذا باست بارتيسيبل اللي هو بكل بساطه هاف زائد داك الباست بارتيسيبل اللي هما دوك الافعال اللي قلنا موجودين في لا ثروزيام كولون في الايرغولار فيربس ليست. اذا للجواب عن هذا السؤال هذا غادي نقول Your face is familiar to me. We have met before. إذن الجواب صحيح هنا هو We must have met before. وكأنه تيقول وجهك ما غريبش عليا، من الضروري أنني شتك قبل. We must have met. ماشي should ماشي would. بكل بساطة لأن would تتعني الافتراضية لا probability وشود تتعني النصيحة كيف ما قلنا. سؤال تاني ديال join the words. هاد join the words هو بكل بساطة درس linking words. linking words ولا الروابط غادي تلقاو كذلك اللائحة ديالهم
سهلين بزاف. أتلقوا بزاف ديال الروابط اللي تعني واحد الوظيفة داخل اللغة، اللي هي مثلا أنك تدير إضافة، ولا أنك تدير مقارنة، ولا أنك تدير السبب والنتيجة. وغادي تلقاو بزاف ديال لينكين ووردز، انتوما ماشي بالضرورة تعقلوا عليهم كاملين، حاولوا تركزوا على وحدة ولا جوج. فهنايا السؤال هو كالتالي: Join the sentences with the words given. Rashida left her job in a multinational company. She wants to set up her own business. وعندكم هنا in order to، من أجل. فغادي نحاول ما أمكن نركز وغادي ندير Rashida left her job in a multinational company in order to set up her own business. فغادي نحيد she wants to، غادي نحيد هاد she wants to، لأن in order to هي اللي غادي تعوض لي ديك she wants to، وكان نحيد جملة ونضيف جملة. السؤال الثاني: Many families are poor. They can't afford to send their children to school. عندكم هنايا because of، شنو تيعني هذا؟ خصني نزيد واحد الكلمة أخرى. بكل بساطة حاولوا الله يجزيكم بخير تستعملوا شوية ديال الذكاء ديالكم وما تبشروش، راه يبان لكم الجواب واضح. Because of غادي نزيد the fact that، the fact that الجواب غادي يكون Many families are poor because of the fact that they can't afford to send their children to school. سؤال C: Fill in the gaps with the appropriate phrases from the list. هنايا phrasal verbs. هاد الدرس بالضبط غادي يكون تعتمد على مدى تعاملك مع اللغة الإنجليزية. إذا كان التعامل ديالك مع الإنجليزي ضعيف بزاف فغادي تحاول تطلب زهرك فقط، وإلا فهاد الدرس ديال phrasal verbs تعتمد على شحال من خطرة قريتي ولا حضرتي في الدرس، وبالتالي ما كاينش تقنيات لا تسمح لنا اننا نتقاسمهم معكم في هذا الدرس بالضبط. جوج ديال الدروس تعتمدوا عليكم وعلى التعامل ديالكم مع الانجلي، phrasal verbs and irregular verbs. غادي ننتقل لسؤال دي: correct the underlined mistakes. عندكم بعض الاخطاء خصكم تصحوهم، فهاد الخطا اللي عندي هنا اللي هو has غادي تبدل ل had، لا لشيء الا لان في هذه الجمله ما خصيش نستعمل الى باقي عاقلين present perfect ولكن past perfect. If Adam had performed well he would have qualified for the second round. وهذا هو الconditional type 3 اللي شفنا الحصة اللي فاتت، وقلنا القاعدة ديالو هي if plus past perfect plus would have ولا could have. رجعوا للحلقة اللي فاتت وغادي تلقاو هذا الدرس. هذا سؤال تاني: Many children are forced to drop out of school. هنايا passive voice، لا باقي العاقلين passive voice، قلنا الverb to be موراه تيجي past participle. إذا هنا ما نخليش force، خصني نزيد واحد لو دي. Are forced. أو دي اللي ينطق تي. Forced. ها؟ يتم إجبارهم أو يجبرون، إلا باقي العاقلين بني مجهول. Are forced. لأن هالجملة هذه في passive voice. سؤال ثالث: The guide advised the tourist to following the map. ما عاديش ندير to following ولكن لحقاش عندي to، بالتالي خصي يجي موراها infinitive وغادي نحيد الانجي وغادي نقول to follow، لان دائما to تيجي موراها infinitive ما تيجيش gerund الا بعض الاستثناءات وماشي دابا اللي غادي نتحدث لكم عليه. سؤال اخر اللي يقدر يتحط لكم في الامتحان هو: Fill in the gaps with appropriate words from the list. Community, project, investment, partner, tourist. هنا التقنية حاول تعتمد على جوج الحوايج. عندنا الكلمة فيها الكاتيجوري وخصني نعقل عليها واش فعل ولا اسم ولا صفة، والمسألة الثانية الفانكشن ديالها، شنو ذاك المعنى اللي تتحوم عليه. بعض الأحيان تنكون محتاج في ديك الجملة غير من خلال الذكاء ديالي وشوية الممارسة لفعل ماشي اسم، فبالتالي خصني نقلب في ديك اللائحة على الفعل وما نصدعش راسي مع الاسم. مثلا: The recent archaeological discovery near Safi has attracted the attention of the scientific. هنا اصلا scientific adjective، ما يمكنش يجي موراها adjective اخر. الجواب غادي يكون بكل بساطه هو community، يعني مجتمع العلماء، scientific community. ما غاديش ندير project، مره اخرى تنعاود نقول لك غير كس شي شويه وراك غادي تفهم. project راه بحال الفرنسي بروجي يعني مشروع. investment راه بحال الفرنسي investissement يعني الاستثمار. و partner راه ان partenaire الشريك. و tourist راه tourist، فماليش تكون scientific tourist، تكون scientific community. سؤال تاني:
During the last 10 years, the industry has created many jobs in Morocco. سؤال ثاني غادي يكون الجواب هو tourist. The tourist industry. يعني مجال السياحة. لونجلي غادي نقول tourism ولا tourist. لأن ما عنديش touristic بحال اللغة الفرنسية. So the tourist industry. غادي يبقى واحد السؤال حتى هو تيتحط لكم اللي هو ديال functions. Functions إلا باقيين عاقلين هما دوك العبارات اللي غادي تستعمل باش تواصل باللغة الإنجليزية. مثلا عندكم هنايا كيفاش تطلب الوضوح، كيفاش تطلب النصيحة، كيفاش تطلب شي حاجة، كيفاش تعبر على الشكوى ديالك كامبلاينين، وكيفاش تعتذر. هادو غادي تلقاوهم عندكم كذلك، غادي تمشيو فقط وغادي تقلبوا عليهم في انترنت، تلقاو عبارة ولا جوج، حاولوا تقراوهم، راه ما تطلبوش منكم بزاف ديال الوقت. دائما هذا السؤال تيتحط اللي غادي يكون ماتش، نحاول نصل ديك العباره مع شنو الوظيفه ديالها. Can you pass that dictionary please? Can you pass that dictionary please? شنو تنعني بهذه؟ Making a request، هذا واحد طلب، تطلب من شي واحد انه يدوز لك ديكسيونير. I'm really sorry for not attending your birthday party. غير نشوف sorry دائما تتعني هي apologize. Apologize هي انك تطلب سماحة. Are you saying that the mobile phone is a real distractor for young people? اذا هنايا وكأنك تتساءل او تطلب توضيحا. Asking for clarification. واخر واحد the washing machine I bought from your store makes a strange noise. هنا بالضبط شكوى، انك تتشكى تطلب you complain. واخر سؤال Write appropriate responses to the following situation. Where do you think we can go next summer? I طلب منك انك تدير اقتراح. بكل بساطة I suggest. اكتب I suggest. I suggest ولا what about? What about? باش تدير what about خصك تدير gerund. دونك سؤال Where do you think we can go next summer? What about Casablanca? What about Tetuan? Anything like this. ومن بعد respond to his suggestion. Yes, good idea, great. أي جواب درتيه هذا يعني أنك ضابط اللغة الإنجليزية. مازالين مع امتحان آخر ومع أسئلة اللي غادي تلاحظوا تتشبه تقريبا لتلك الأسئلة الأخرى. السؤال الأول Fill in the gaps with the appropriate words from the lists. Sophie is looking forward to واش ندير celebrate ولا celebrated ولا celebrating. هنايا استثناء دائما عفاكم looking forward فين ما نشوف forward to خصني ندير موراها gerund. الاستثناء الوحيد اللي تيجي فيه ing more to هي looking forward to. اذا الجواب صحيح هنايا looking forward to celebrating her birthday this week. الى باقي عقلي قلنا ان اذا كانت تو خص يكون infinitive ما يكونش gerund ماشي ing باستثناء looking forward to. سؤال ثاني الحمصلي is the athlete won the marathon. هنا عندي relative pronouns who whom and whose. هنا بالضبط خصني ندير who won الذي الحمصلي هو ذاك العداء اللي who لان انا قلت whose غادي نقول ديال اللي ديالو هوز ولا قلت هوم هذيك حاجه اخرى. سؤال ثاني give the correct form of the words in brackets. هذا السؤال هو ديال word formation. word formation اللي فيها noun verb adjective. خصني نعرف في ديك الجمله فين حاجه خصني نحط، واش اسم ولا فعل ولا صفة. والتغيير ديال الاسم ولا الفعل ولا الصفة تجيني بالافكسيشن. شنو افكسيشن؟ هي يا اما بريفيكس يا اما سافيكس. وحنايا في الوورد فورميشن غادي نكونوا تركزوا غير فقط على السافيكس. فمثلا يكون عندي شن ولا فول ولا او يو اس. نحاولوا نشوفوا هذا المثال هنايا. Antonio spent most of his child in the countryside. هنا يا child هو اسم ولكن انا خصني المصدر. المصدر ديال child اللي هي الطفولة هي childhood. فغادي نضيف واحد لو سوفيكس اللي هو hood. الجواب صحيح
childhood. سؤال تاني. The manager will have to make a about the employee's salaries. عندي بين قوسين decide. Decide هو فعل. ولكن أنا محتاج في هذه الجملة بالضبط أنني استعمل اسم. Decide الاسم دياله هي decision. إذن هنا في عطمة ندير ديسار غادي ندير decision. والجواب الصحيح غادي يكون هو The manager will have to make a decision about the employee's salaries. السؤال C. Rewrite the sentences beginning with the words given. هذا السؤال تتعطى بزاف. وهذا هو ديال passive voice reported speech وبعد أحيان conditional type 3. Although Selma was worried, she managed to pass the driving test. هنايا although تيجي مراها فعل. وdespite خص يجي مراها اسم. إذن هنايا غادي يكون الجواب هو despite Selma's worry. Worry اللي هو الاسم. She was worried. كانت خائفة. بالرغم من خوف سلمى. بالرغم despite is بالرغم من. Despite Selma's worry, she managed to pass the driving test. الجملة الثانية ما تتغيرش. هنا سؤال ثاني على reported speech. Can you send me the documents please? Rod asked. الجواب غادي يكون Rod asked me if I could send him the documents. Fiona had flu, so she couldn't attend the meeting. Conditional type 3, قلنا past perfect. If Fiona hadn't had flu, she could have attended the meeting. She could have attended the meeting. دي كذلك مرتبط بالعلاقة ديالك باللغة الإنجليزية. وبالتالي غادي نحاولوا نجاوزوه لأن ما فيش شي تقنيات محددة. F. Put the verbs in brackets in the correct form. هذا هو بالضبط الكنجوجيشن اللي كنا هضرنا عليه. وهنايا التقنية هو أني نبحث على الإنديكيتر. هذاك الشيء اللي كنا شفنا في الحلقة اللي فاتت. شنو هو الإنديكيتر؟ هو غادي نشوفه دابا. Lucas, hello Alex, it's Lucas. You meet twice yesterday. Well, my phone was off. الانديكاتور هنا هو عندي yesterday يعني البارحة وبالتالي الفعل اللي هو call سيكون في الباست. You called me twice yesterday. Well, my phone was off. سندير simple past. تصلتي بي البارح جوج المرات. You called me twice. الانديكاتور هو yesterday. Alex غادي يعاود يرد. I just want inform you that your application must send before noon tomorrow. Want خصي تجي موراها to. I just want to inform you. I just want to inform you that your application must be sent before noon tomorrow. Must send خصها تكون في الpassive voice. Must be sent. أن الapplication ديالك خصها ترسل يجب عليها أن ترسل must be sent before noon tomorrow. Lucas, okay, thanks for reminding me. I eat tomorrow morning. Tomorrow هو الانديكاتور اللي عندي هنا يعني خص يكون the future وبالتالي future simple. I will email it tomorrow morning. ما تنساوش فاش يكون عندك سؤال ديال الكونجوجيشن نتابعوا عفاك لي زانديكاتور. واخر سؤال اللي هو بحال اللي شفناه في الامتحان اللي فات هو ديال الفانكشنز. مره اخرى عاوتاني responding to good news, responding to bad news, giving advice, complaining, asking for clarification. غادي نحاول نقرا. I'm sorry. شنو قلنا فاش تكون I'm sorry? I'm sorry to hear that you've lost your job. Lost your job خبر سيء. اذا هنايا انت you respond to bad news. تلقيت واحد الخبر سيء كيفاش غادي تجاوب عليه؟ You've become manager. Great. Great. رائع. You respond to good news. هذه اخبار ساره. I'm sorry to say it, the service here is a bit slow. اذا هنايا تتشكى لو سيرفيس هنايا ثقيل شي شويه وبالتالي complaining. وآخر جملة You'd better look for another solution اللي هي giving advice. دائما مع advice إما you'd better to ولا you should. في نهاية هذه الحلقة هذه تنحاول نذكركم أننا هنايا فقط من أجل تيسير تحضير لكم ولكن العمدة والمجهود والوقت راه تيبقى ديالكم. حول الله يجزيكم بخير. ما تدهشروش من الامتحان راه مجرد أسئلة بسيطة وحاولوا تركزوا وحاولوا تثقوا في الذكاء ديالكم. كونوا على يقين ان
الامتحان لونغلي تيكون ساهل وراك ان شاء الله غادي تجيب المعدل ديالك. الحلقه القادمه ان شاء الله غادي تكون هي اخر حلقه في هذا البرنامج الخاص ديال سمارت باك، وغادي تكون على بعض التقنيات ديال الرايتين. حاولوا تابعونا وحاولوا تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تيحضروا البكالوريا. الله يوفقكم والله يفتح بصيرتكم and see you next episode.